انشقاقي عن الجيش وانضمامي الى صفوف شباب 678 اعلن انشقاقي من الجيش. اعلن انشقاقي عن جيش العربدة السوري الذي يقوده بشار القاتل والتحاقي بسهول حركة الضباط الاحرار. اعلن انشقاقي عن قوى الامن الداخلي من اجل حمايه المتظاهرين العزل في مدينه بابا عمر، واتينا لاجل الدفاع والحمايه عن المدنيين العزل. ونحذر اشد التحذير النظام الفاشل من المساس بحياه المقدم حسين هرموش قائد حركه الضباط الاحرار. المجرمين علما ان كافه عناصر المجموعه